الحمد لله احنا طبعا هاي السنه الرابعه لمشاهد كركوك، الرابعه على التوالي. بدينا بسنه 2019 السنه الاولى اللي نطلع بيها مشاهد. قبل لا نطلع جت الفكره وانولدت الفكره من باب احنا انطينا شهداء هواي لندفع الخطر عن حرم سيد الشهداء واعداء محمد وال محمد. ضحينا يجوز بأهلنا أخواننا أصدقائنا، كل دولة على مود الخطر وأعدائهم ما يوصلون للحرم. كذلك انولدت هاي فكرة أنه يكون المسير تجاه سيد الشهداء أو كربلاء المقدسة من الشمال اللي هو كان الخط الوحيد ما بي مشاي نحو كربلاء. أول سنة اللي هي 2019 خمس نفرات طلعنا، معتمدين على نفسنا بالأمور الخدمية المادية، كل الصعوبات متحدينهن. خمس نفرات وصلنا أول يوم تازة من مركز كركوك، من مركز محافظة كركوك وين ما كان مقر موكبنا اللي إحنا بيه، انطلقنا من عنده وبراياتنا اللي موجودة. وصلنا التازة أول يوم بتنا بتازة، ثاني يوم بتنا بداقوق، والحمد لله يعني اكو احساس داخلي موجود انه صاحب العصر والزمان ما يعوفه، رغم الغربه رغم الانقطاع رغم الصحراء. نهائيا سهلت كل الامور، المبيت غيرها من خدام الحسين اللي موجودين بهاي المناطق. اتجهنا من داقوق الى قضاء الطوز، كذلك بتنا بقضاء الطوز. وراها ظلينا متحيرين، يعني ما نعرف وضع الطريق شنو بالنسبة للمشاهد، نكمل ما نكمل، اكو مخاطرة. ما كنا خايفين انه نخسر حياتنا، ولكن كنا خايفين خاف يصير خطر معين وبعد المشاهد من هاي السنة وتنقطع نهائيا، فكنا حذرين فقط، ولا احنا مستعدين نطي الارواح والاهالي وكلها في سبيل مشاهد الشمال توصل للحرم سيد الشهداء. التجانا الى نطلع فقط الدوز، طلعنا بمسافة بسيطة ما نصحونا انه نكمل حتى القوات الامنية. صعدنا بسيارة للخالص، كذلك من الخالص بعد مشينا كملنا. السنة الثانية اللي هي 2020 بظرف معين بامتحانات قلينا واحد ظلينا اربعة، نفس خطتنا، ولكن ضروري انه نزيد مسافة عن السنة اللي راحت. وصلنا إلى قضاء آمر، الحمد لله سهلت، القوات الأمنية من أبطال الحشد الشعبي تلقونا مشوا ويانا. صعدنا إلى قضاء الخالص بالثالثة اللي هي بسنة 2021، زدنا إلى سبع نفرات. طبعا سنة من السنين اللي هي العام السنة الثالثة للمشاية، ما قبل حمرين يعني قبل لا نطلع بيوم كان تعرض بالليل، تعرض لعصابات داعش على القوات الأمنية بجبال حمرين، يعني تقريبا تعرض ساعة بالثنتين بالليل. احنا ثاني يوم بالثنتين الظهر نفس المكان اللي صار به التعرض موجود، لذلك مصرين على انه تمشي مشاية أو يصير مسير خط من شمال العراق إلى كربلاء المقدسة. إلى هاي السنة الحمد لله من كركوك طلعنا تقريبا مركز كركوك بانطلاقة رسمية، يعني مراسيم سيد الشهداء ورفع الراية وحمل الرايات، 18 نفر. هاي ال 18 نفر كذلك نفس الخطة، تازة داقوق الدوز. من وصلنا قضاء الطوز عندنا يعني أصدقائنا أصحاب هيئات كذلك رافقونا ما بيهم، هسه بيهم يعني عدد ثلاثة أو أربعة رافقونا من الدوز، كذلك إحنا منسقين ويا خدام الحسين اللي بآمر لي هم كذلك ويانا أربعة خمسة طلعوا. رابع سنة حاليا إحنا تقريبا 28، الحمد لله هاي السنة هسه حاليا إحنا ما قبل جبال حمرين واصلين. كل الصعوبات كل السنين عشنا الغربة، ولكن مو غربة الإمام الحسين بما هي ولو ذرة من عدها. ضقنا العطش،
شيء بسيط، وهي أقل مواساة، يعني أقل مواساة، أقل ما نقدمه للإمام الحسين.